والحقيقه يمكن على مدار البطولتين دول وخصوصا يمكن البطوله العاشره يعني في انجاز تاريخي طبعا، يعني احنا بنتكلم على انديه بتعيش عمرها كله يمكن ما بيبقاش عندها قدره انها تتوج حتى ببطوله قاريه واحده. احنا النهارده عندنا 10 دوري ابطال، عندنا 7 سوبر افريقي، عندنا 4 ابطال كؤوس، عندنا واحده كونفدراليه، وعندنا كمان برونزيتين العالم اللي لا يقلوا في مكانتهم رغم ان هم مش ميداليه ذهب، لكن في النهايه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بيعتبر تتويج وبيعتبر فوز. وجايين بقى لتشيلسي، دي قصه ثانيه، يعني عشان انتوا حسبتوني على الكلمه اللي انا قلتها لما قلت لكم في يوم من الايام من حقي احلم انه نادي الاهلي لعب تشيلسي. طب احنا رسمي بقى نقابل تشيلسي ان شاء الله، ومعادنا في اليابان وجاهزين وقدها، والمره دي رايحين ومفيش حدود لطموحنا، وان شاء الله باذن الله الروح والعزيمه والاصرار اللي بقى موجود عند الجيل ده، جيل ما دخلش بطوله الا وحسمها. وخدوا بال حضراتكم جزء كبير جدا من نجوم الفريق اللي حققوا البطولات دي سنه اولى اهلي. يعني نقول كده، واتمنى ان انا ما انساش حد، نقول بدر بنون، نقول طاهر محمد طاهر، نقول محمد شريف، نقول اكرم توفيق، نقول صلاح محسن. سنه واحده خد فيهم بطولتين قريتين، بطولة دوري أبطال وبطولة سوبر إفريقي، خد فيهم بطولة محلية كاس مصر، خد فيهم تتويج عالمي برونزية كاس العالم. موسم واحد، المجد كل المجد والشرف كل الشرف لكل من يرتدي تيشيرت النادي الأهلي. هي دي قيمة، هي دي عظمة اسم النادي الأهلي، وده يفرق كتير جداً. النهاردة النادي الأهلي في مكانة تانية خارج المنافسة. أنا مش محتاج، وما تتجروش لفكرة المقارنات، ومحدش يستدرككم لفكرة مين أفضل من مين ومين أحسن من مين ومين يستحق إيه ومين ما يستحقش إيه. إحنا باصين في كراستنا، جمهور النادي الأهلي ركز في مشوارك، ركز في فرقتك اللي من قدرها. شوف سبحان الله، يعني في الطبيعي لما تاخد كاس زي دي، لما تحقق بطولة زي بطولة دوري الأبطال، تقعد أيام وشهور وسنين تتغنى بعظمة الإنجاز. انت 24 ساعة وبتقفل ملف بطولة، بتفرح مع جمهورك وبتحتفل مع جمهورك وبتستمتع مع جمهورك، وبتقفل ملفات دوري الأبطال عشان تفتح ملفات الدوري، وتبص وتركز في تحقيق إنجاز جديد يضاف ليك ولتاريخك ولفرقتك ولناديك ولجمهورك العظيم اللي بيتهيأ لي حالة الدعم. وإن كانت، شوف عظمة جمهور نادي الأهلي، وإن كانت مش حاصلة في مكانها الأصلي، مكانها الأساسي، مكانها الرئيسي، مدرجات الملاعب، لكن حالة الدعم دي والمساندة دي واصلة بشكل كبير جدا. وجمهور النادي الأهلي، والأهلي بيلعب بقاله موسمين وأكتر كمان شوية بدون جمهور، لكن الحقيقة كان الجمهور النادي الأهلي هو الداعم الأول والمساند الأول لفرقته، وصاحب فضل كبير جدا 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 في تحقيق الإنجاز. السؤال الصعب، السؤال صعب جدا جدا، لأن هما كلهم كانوا على المستوى الحقيقي، مفيش حد فيهم اتأخر عن تلبية الندى، اتأخر عن تقديم أفضل ما عنده. نجوم النادي الأهلي امبارح كانوا في أفضل أحوالهم وفي أفضل مستوياتهم. الحقيقة عشان ما أظلمهمش، مش بس ماتش امبارح، الفترة الأخيرة كلها كل الماتشات لعبها النادي الأهلي أداءً ونتيجة كان الحقيقة الفريق في أحسن مستوياته، ونتمنى إن شاء الله يكون بداية، لأن أنت عندك مشروع. إدارة النادي الأهلي لما فكرت في الفريق وفكرت في تحقيق البطولات، كانت بتفكر في فريق تبني عليه مشروع لسنوات قادمه،